بولاية جندوبة التونسية اختار مواطن انه يسكر ويشرب على باب المحكمة الابتدائية، مو على الباب يعني بالشارع، لا، المواطن طلع وتعربش على الباب وقعد يشرب. الفيديو حصد على مئات الالوف من المشاهدات، خلونا نشوفه مع بعض. لا يا سيدي، تعرف يقول المحكمة على الصباح ويسكت؟ عامل فيل من الصباح. تفاعل التوانسة مع هذا الفيديو كان متفاوت، عالم شافت انه هو مريض نفسي وناس تانية ربطت حالته بوضع البلاد. تعليق بن سوسو بيقول لعله مريض نفسي مسكين، خاطر انسان عادي ما بيعمل هيك شيء، ربي يبقي الستر. اما عاطف كتب وقال حكاية الدوخ بتونس كل نهار بتسمع قصة غريبة، رخصتوا فينا. ابو يوسف علق وقال ما بتستغرب لانه من الثابت باش نوصلوا لمرحلة كل واحد ياخد حقه بايده، لا دولة ولا قضاء ولا امن بيحميك، احمي روحك بروحك. تعليق من حسني بيقول الجهل مصيبة، ماشي في باله الخمر هذا فخرة. تعليق آخر بيقول والله ما عادش طهب تنزلوا حاجات كيف هكا، فما عباد عندها مشاكل بالمحاكم في خدمتها وفي عائلاتها بيوصلوا لمرحلة نفسية.